عندنا وجه إيجابي، مدارس الحكومة أجمل من المدارس الخاصة، ده شعار رفعه مدير مدرسة عمرو بن العاص التجريبية بمدينة إيتاي البارود، واللي كان بمساعدة عدد من أولياء الأمور اللي استطاعوا بجهودهم الذاتية إن هم يحولوها من مدرسة حكومية إلى مدرسة تقدر إنها تنافس المدارس الخاصة، كل ده علشان يقدموا خدمة تعليمية متميزة. تقرير سارة سعودي. مدارس الحكومة أجمل من المدارس الخاصة، هذا هو الشعار الذي رفعه مدير مدرسة عمرو بن العاص التجريبية بإيتاي البارود بمساعدة عدد من أولياء الأمور الذين استطاعوا بفضل جهودهم الذاتية تحويلها من مجرد مدرسة حكومية إلى مدرسة تستطيع منافسة المدارس الخاصة، كل ذلك من أجل تقديم خدمة تعليمية على أعلى مستوى ولكن بمصاريف رمزية لا تقارن بمصاريف المدارس الخاصة. أنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى، هو صاحب الفضل الكبير بعد كده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هو قبل انتخابات الرئاسة هو قال إحنا عايز أضخ دم جديد والقيادات الشابة اللي هي في الإدارات على مستوى المصالح الحكومية. كل أصدقائي كلهم أولياء الأمور، فبدأت نعمل معهم اجتماع جوه المدرسة وبره المدرسة. بدأت أقول لهم إن إحنا دلوقتي أنت عايز تودي أولادك مدارس خاصة؟ قالوا لي فعلاً. قلت لهم طب ما إيه رأيكم خلوا المدرسة الخاصة هنا في مدرسة عمرو بن العاص؟ الحمد لله لقيت أولياء الأمور كلهم بفضل الله كلهم معانا ايد واحده. يوم الدراسي في المدرسه بتبقى كلها انضباط، اول ما ولي الامر بيدخل من البوابه بياخد كارت يتوجه بيه للاداره، يطلع عندنا في الاداره فوق، اول ما يجي يطلع بيلاقي توجيهات بقى، هو عايز يروح مثلا اخصائي اجتماعي بياخد كارت يروح بيه لاخصائي اجتماعي، عايز كارت يقابل بيه مثلا شؤون الطلبه، يبقى اذا انا عرفت ولي الامر جاي ليه ورايح فين. الحاجه الثانيه جوه الفصل في كروت معموله على هيئه كمبيوتر عامله زي البطايق، الكروت دي لو الطالب قاعد في الفصل وعايز يروح للمدير بياخد الكارت ده. مجموعات تقويه هتتفعل، يبقى المدرس بعد ما بيخلص الحصه بتاعته واليوم الدراسي يخلص هنبدا ان الطلبه نبدا نديهم مثلا بريك لمده مثلا ربع ساعه او حاجه، تبدا بقى المدرس يخش تاني يجيب الدرس اللي اخده النهارده الطالب ويعيده له تاني ويحل معاه الهوم ورك في الحصه اللي هي اللي تعتبر مجموعات التقويه. الميزه في ايه؟ اول حاجه ان الدرس اتعاد مره تانيه للطالب، الحاجه التانيه ان الهوم ورك يتعمل هنا في المدرسه والطالب يسيب شنطته وياخد معاه اللانش بوكس بس ويروح، دي هتبقى ميزه كبيره لمين؟ اولا لاولياء الامور، اولياء الامور الامهات هم اللي هيدعوا لنا والابهات، عشان معظم المشاكل بتيجي في وقت عمل الهوم ورك بتاع الدروس وبتاع المدرسه، يحصل بينهم تضارب والطالب وقته بيضيع. التعليم ليس وحده ما يشغل اداره المدرسه، ولكن ايضا زرع القيم في هؤلاء الطلبه من خلال تطبيق محاضرات التوعيه ضد التدخين والمخدرات، وايضا تطبيق نظام يسهل سير العمليه التعليميه. صندوق مكافحه الادمان عامل برنامج توعيه للاداره كلها، فمنزل مندوب عامل محاضرات نظام محاضرات لمده 3 ايام على اساس ان برامج توعيه للولاد يعرف ايه هو الادمان، ازاي يعي نفسه من الادمان، ازاي يعرف الشخص المدمن يعرفه ازاي، ده البرنامج اللي هو عامله. احنا بجانب كمان ان احنا عاملين برامج داخل المدرسه، برامج توعيه، برامج توعيه سلوك، عاملين في نظام الجامعات من خلال جامعات النشاط. عندنا بروجيكتور سبوره ذكيه، ولما المدرسين بيدخلوا بيشغلوا لنا زي اسطوانه او فيلم تبع الدروس بتاعتنا، بيبقى درس جميل خالص، بدل ما نشرحه على السبوره عادي ونكتبه بالقلم نكتبه بصباعنا عادي. انا المخترع الصغير على مستوى الجمهوريه، اخدت مركز تاني على مستوى الجمهوريه المدينه الفضيه، المعامل بتاعتها مجهزه على اعلى مستوى، هي ساعدتني كتير، المدرسين بتوع الساينس بتوعي ساعدوني كتير في الابحاث. بدات في سنه 5 ابتدائي، أخذنا درس في الساينس اللي هو بيحول الطاقة الكهربائية لطاقة حرارية، قدرت أوصل اللي هو إزاي أوصل الكهرباء للكربون اللي هو القلم الرصاص اللي هو موصل جيد للكهرباء، أول لما يلمس الصفيحة المعدنية أو القطعة الحديدية يبقى يحفر على الحديد. المدرسة هنا ساعدتني بحاجات كتيرة جدا، يعني أولا اللي هو الإمكانيات متوفرة على طول، كل ما عاوز أعمل حاجة بعملها الحمد لله. يعني المدرسة ديت ما تديش على الحكومي خالص، هي مدرسة خاصة فعلا، لان فيها كل الامكانيات متوفره الحمد لله. يعني لافته ايجابيه تعكس ان الجهود الذاتيه قادره على فعل الكثير، وان الشعب المصري يدرك جيدا اهميه التعليم وقدرته على نهضه الامم. ساره السعودي، 90 دقيقه، قناه المحور. ده شعار مدارس الحكومة أجمل من المدارس الخاصة، يا ريت والله لو مدارس الحكومة كلها بالشكل ده هيبقى تخفيف على الأهالي، لأن احنا عارفين إنه المدارس الخاصة مصاريفها عالية جدا.
فلو فعلا مدارس الحكومة بالشكل المتميز ده هنوفر على الأهالي وهنطلع طلبة متميزين بدون المصاريف العالية على الأهالي.